زلنا مقرنا في اليوم سلام ذا قذر في اليوم يكنو يكنو بتختار التلفزيون الجزائر ويسربع أكثر من نوفتن ومنوفتن. مرحبا إلى كل مديث الطلاد في خمنو نسرى مين مسكم ضم أساد زعيم وارين مسكم ضم كن غاس في هذا وزقن محل ما كيخسر الخضر نوم أساغ قلن غجار سن الاتعاذات يجي قمض ويجا قلن غاديس ذقم زروي نغ كل سوقاس نتبدا الزهن سن الاتعاذ مزوار نتان ذا سموكثي الجرائم من فرنسا ذي قيقميرن جار الدائر كذا مورت ان تونس ذي 8 فيفري 58 الأحداث يسقن أحداث سقية سيدي يوسف راح نجمع ثان في المسلطة ونجمع في الاتعاذ نظن أثان سني سقاس الزفريس ذي 13 فيفري ماني انصارت ذي تانية التفجيرات يمزورا أنا نصهد نووي ينتقرا فعذو أرومي ذي مورث ذي الجيت الرقان إقلن غريمير المراث وشميثين التفجيراتا غروسة وروشين دون الدين ذي مهلكين أرفقنا بوج مع ماموني ذي هار كنت لخدمت نل بيليك راح أغني مسلي فيشت المنصة الكفاءات يتقرا المرصد الوطني للمجتمع المدني صراحة المسلية في المرصد دون المسلية في المنصة يهموك غير أمانك أقول قرار في قناة نبيل سحراوي أغنيوي غير جيت نطارق بن زياد ذي الولاية عين دفلا باش أنا مسلية ذين في التراث الجيت ناي وكذ إمزيان يمير أسير من سن سيسيا رزاث وكشين شريف أسنقهم تكيد أما يبدو كلم حال ما كنا غيكم زوارا باش نمسلي في سن الاتعاذات في مسلي في السنسل أسمن هو مصرح بغس البروفيسور محفوظ عاشور ذا سلماذ النوم زروي سي الجامعة السداويث من العفرون أزول فلاك بروفيسور مرحبا زيك أعطيك صحة بروفيسور وكندا ولا غير سموكثي غير قريب السوق سيملمي يقمض نتان أحداث سقية سيدي يوسف وكان نمسلي الأحداث وكان نمسلي سن الأطر النس الإطار الزمني والإطار المكاني ما أخذ قيقميرن جار تونس كذا مورث الجزائر وما أخذي التوقيت أني بالضبط على كل حال سقية يتفغر القنفطة تقرضة في التاريخ من الزيان والتاريخ من القرامة الناخ بالوقت المي على خطر الوقت المي التوريث للقبوس من الثورة ومن يتجوك بالتعمار باش يأتي خطر شعل وموريث باش يأتي عزل في الجيران وخاصة جيت تونس التوريث ديت الجيش التحرير قبل المناطق الحدودية ثاني التوريث اللاجئين في 11 جانفي 1958 رايش المعركة يشتل الامبسكات الجيش التحرير من المر يرو أكراسا وزاك الجيش من فرنسا يطاق باش يلغو أكثر 15 جنديين من فرنسا وزيت يوي أوروطاش يوي المساجين من أسرى يوي ربعة زيتين
يتوغيهم القاعدة الخلفية يتوغ يتوغس قلت وياه المناطق الحدودية سقية سيدي يوسف ألور فومن الاستعمار من فرنسا والقرار باش قرار قانون قرار الملاحقة والقرار باش يروح يموت في مكان سيدي يوسف المناطق الحدودية سقية راس فومن أسمي توغيه ذات نسوق توغيهم لاقان زيت القول مسوقا إذا ما شاهدوا تونس عقب اللاجئين وطبعاً مع ديال المناطق الحدودية كان يطبعاً ما يروحون يقدروا لهم فقنا في ليكور باش يروحوا من ليكور باش يملايين من كساحة من السوق النقية سيدي يوسف باش تستخدم مساعدات اللجنة الدولية للصليب الأحمر الكرواروج انترناسيونال توغيت الوقت مني المساعدة للهلال الأحمر الجزائري بلجيكا بالهلال الاحمر التونسي باش تربان المساعدات البومبات اللي محوفه من غير كل اذا نيتو غيرهم المكملين وفد عدد اذا موتهم قريب 200 جارة الموتى اكثر من جريح لذيك الميروفارا لذيك الاثري ان خدام الصليب الاحمر التونسي اذا نيتو غيرهم تربان اللاجئين الجزائريين اللي بروفيسور كان زعما نمسلي يعني متى ديوسان الزفري الاحداث لا سيشت الجيت خصنا قضعا يعني جار تونس يتغلى ذي تي تسلاح سنتي خصنا محل مي خصنا اقضعا يعني الجهده قرضه اللي تتسن سي الجيت تونس وسي الجيت نظن ثان ما نك إذا قلنا في الدن في الثورت ما كستغلن يعني الورقة يا سير لاسين انترناسيونال خطرش اسم خصوص الذي تي البعثة الإغاثة للصليب الأحمر ما نك ثاني تي يعني هو لا الفايت رغم يعني رغم أنه يعني ذم زقون ذا الحاجتي قلنا قهقرن إذا من والصح الزفريس محل ما كذا التضحيات محل هلك التضحيات الشهداء هيك موغل يسد الزفريس ان بليس نغض الزيات ذا فوذ يقلاني موغا يهاجر ولا نغض الثورث صح هو يعني حلاق تغير الزفريس التاريخ الثورة النغض ذي ستنين الكفاح بجانب تدوير القضية ونتوش بدي في 1858 نجد يوضو قول السلطة من كان يوي سيغنة جنرالات من يزيديوين سيغنة سن يسوكوية سن ماكسيموم باش ايطاق القضاء في الثورة التحريرية فومن جمسكاية في الخطة شالو موريز الخط شالو موريز باش الجيش الدعم من الثورة عالمية في برا الأحداث في 1958 الساقية في يوسف عاونا باش القضية نظهرت لكل لجنة على خاطر في الوقت اللي ما كيصرى الجريمة في 8 ماي في فيفري 58 لساقية في يوسف الحكومة تونس والرئيس تونس بحبيب بورقيبة يروي الاحتجاج لمجلس الأمن أثني يروح يسلك لكل المؤسسات الدولية أثني في الجبنة تنقل من كل وسائل الإعلام رموشة من إسرائيل في المجازات ومن إلى روب التلفزيون غرنا التصور بالتصور الجريمة إسرائيل في في 1950 معناتها الوقف تساد في المجازر 8 فيفري 58 ساقية سيدي يوسف السير البعد النام بالتضامن دار جار شورو بأن يخلط الدم الجزائريين الدم التونسيين ومن نوفا الدول كل جناس غرين الحفظ من الاستعمار الاستعمار أولا يهجم في الدولة المستقلة وكيش باللي تونس فقد 1956 أثاني هرمي هيرو الجريمة هنغو أعيضة بالسيفير المدنيين
الجزائريين هكذا التوانسة هكذا يلو فامن يتو غيهم صغبي دا سيليكون. إذا الدور دا أهمية القاضي المجازر الثانية في غنية 1958 ساقية سيدي يوسف سيد القوة حقيقة سيد القوة هي القضية الجزائرية جنبها في الدنيا على خطر لبخرية القضية النصر عاود ترخيط الأمم المتحدة الجمعية العامة وثاني التضامن الشعوب الإجناس الكل ولان إذا تغيهم شبتا قصورة ولان قصورة وقران الحقيقة مستعنات اللي استعمعوا مثل غرف يشن الطريقة بركية مثل بشيء مخل كل مثل ثاني مرة تعطيك الصحة بروفيسور. لما ذقل النوم تمسلي في المجازر ثان نوعدا وأرومي المجازر نسو تقضانش كل يور كل أسقاس غرنغة دايما أنفد كذي جو سمكثي قلا يصندروث سالخصوص زي سنت لما ذقل النقيورا في فريا ثان دي ستينة هضراء ثان يشتل حاش شمثة ثان ماني فرنسا خدم التجارب النووية الناس هذه الجيت نرقان قلنا أنتم سلي يعني بكذي الحقبة نيهم تا يعني الدول الغربية يقلان يقفغنت يعني منتصرة ذي الحرب العالمية الأولى روحن وكأنه خصنا خذ من يعني أسلحة نوعية خذ من أسلحة نووية أسلحة نووية لقاء تجربا وذوفان من يقرن قرن ذي رقان وكان أنتيني ذا وقتني يعني في المحيط الدولي والمحيط الآن الأوقات النية ظروفه صارت تجاربا النووية رجع. غير قبل متى إسرائيل يسمية في غنيم 1950 ساقية سيدي يوسف بين النرد ضد الجريمة بالحق للجزائريين بالحق الإنسانية. غير ذلك التجارب النووية إسرائيل في الجزائري في الفات في غنيم 1960 وتفجير القنبلة الذرية قرنة اليربوع الأزرق نتاف خرص يشتر قوة أكثر ربع تيكال أكثر في قنبلة هيروشيما الغرض الوداد دين بين بدي الاستعمار الفرنسا يوي العباد من الجزائر بشهد المجرب كل شيء جسم التفجيرات تأثير التفجيرات النووية يوي ثاني أمور في الجزائر باش يجرب كل شيء في 1945 فرنسا حتى هدف لكن لجنات المياه رسلنا القنبلة الذرية ماذا يرو يرو الوكالة الفرنسية للطاقة الذرية الدفرين ثاني بدأ تحوس بموشان من يغير التفجيرات ومن بعد هو يرو يجيش الدهيئة يشتغل بمصراتهم مع الدهيئة باش استغل الصحراء الجزائر اخيرا يعني امسيان الربكان زين وويد يسيم خدم الجيزان يعني استغل بهم باش بناء كانت المين باش تسميش من كل شيء وهي ريت ودت في معشار باش اقدر التاثير القنبله اللي في العباد هو يدنا هو يشكل لنا سرتين ديني ممكن لي باش اخطر التاثير في الحياه بصفه عامه ثاني هو يمحب سيدي في الحبس في بيت العباس هو يعني بيخسر في المدينة في 13 فيفري 1960 ما يقدر يتقن التفجيرات النووية وكانت الليل كانت الليل باش اخطر التاثير في العباد يعني اذا كان قادر السيو انا قدي انت فرنسا كل القوانين الدوليه على خاطر السلاح اللي السلاح محرم دوليا هذا الشيء تم سوا ثانيا جربيه كالعباد ثالثا تفسد ان كانت مني تحقيم للجريم لن يعادل مارو معناتها جريمه عابره للاجيال هذه مارو مازال يمكن تمثل المرض يمكن ترمي يعني وكبير الناس يعني ولا شعر ثقيل وما بغى شعر صغار تشوهات خلقية قامت تشوهات خلقية مثلا أمشان تنمي وطاكس بنادم يروح
أي دور من خطر الإشعاع النووي سبب قران 57 من التجارب النووية هي فرنسا في الصحراء الجزائر من شجر ديال البرك من مشان تمام تسقط من راسد عينا من راس وعيطك ممكن في الصحراء الجزائر. يعطيك الصحة دكتور ثان ميرث في الوقفة في المعلومات اللي غنتسيغد ولك في سن الاتعاثين لأن دايما سبيان سلجيت الجرائم وعذاو ورومي يقنوا عنه لك الصناف الجرائم يخدمي هنت ذي الحياة يبكي تحرمي هنت القانون الدولي ستويلات حتى سلامانير ما كيقرس الطريق في يستخدم الأسلحة يا أثان أخليني في كالتنين نعطيك صحة بروفيسور أفو ذي قرس أعطيك صحة دكتور بروفيسور نيغ إمري مدوك الله النوروشية هن يتكمل أنسوح لتك ننزلت لقد نوال Yeah.
هذا وراش يمير روشاني صحفظ أفلامات وراح غري مزيان يمير إقلان وذفن الصنف الجديد من الكفاح نتان اللبني نتمورث النغ ولا زيس نيجا سي بوج معاي قلنا كنا دائما خدمة البيلي كازول في لك جستيمون لو مسال تواسا في مزيانا قال لنا بنان مورث واسا زلف لك بوج معاي مرحبا زيك زلف لك محمد زلف في مزرعين مزرعين ان شاء الله سي هذا كان غسويح تزعيم وما كيدينا محمد مورث ناتنا بلا الكل على كل حال حتى مقرن يرن الجهد دا مقرن زيك وروش انا نتعاون زين غير مارو لو كان ماشي لهنا انت نزمر شانيور عتر بيان وما يجي ثاني موك ثاني ثاني يا اي لازم نزمر شانيور انت خلي مراك خليك مقرن خلاص سيب دونك سا بحال ما كنا هكا مزوره المسري في المرصد الوطني للمجتمع المدني ايوه فتي كلت مزور اللي حضرنا كاع يتا كلت مزور على خاطر دائما تشني دير خدمه البالي كنت وديني لا ننفع الدونيه ذي الامور يمخلفن سي جلسا هير بعينو الا انت مارو ظفرنت المرصد مقال المرصد نتمورث المرصد غناو نغازطا غناو انت ربعيني مخلفن من المجتمع المدني الا ني لهان سربعيني مخلفن والا الدستور نغ 8 نتزاير السيغلو هاردا مقران لي ربعيني مخلفن باش خدمت نسقين باللي يمارو في ذي مراي مخلفن نغ الجناسي مخلفن تمسلين في الديمقراطيات تمسلين في عطا الامور بلا غا ذي سنيلين الدوني ذي سنيلين ام مزيانا ذي سنيلين ام قرانا ذي سنيلين هي سذنان هي الوفاطين لكل ديمقراطيه زمر الشهيور بلا اي لين حضرا وباش الشركة لبني نتمورث وسيور نهير بعيني مخلفا إلا المرصد يقاري الخدمة تمقرنت باش غهني رفاق ويبدرو غزدي سنسن وخدمة الخدمات التزعيمين سجار الخدمات إلا يقيتي دا المرصد نقراتون تنتيش نتغرغرث مقارن كفاءات بلوس ما كفاءات زائد سالت فلزمها مهورة لا تخصص يوصل ماذا يمضبرن انت ربعين الكل وني ولا نيمارو يزمر يدير هرباث يعني ضد العباد ام لا يمان تخدم من الخوارض روح نجرد نخفوا الانسان روح ندير البلديه الولايه نغ الوزاره نسير الخوارض بدا نغرس نهر باعين بصح من كان لير نسير نهر باعين ماشي باعين وخدمت الخدمه نسن هير باعين وقرنت الفلطات الكل شيء الى المرصد يخدم باش غان تعاون وسوبري اذا نتغرغرتو الى اي زمر هنا عاون عيطه باش هاد المسا يفغرتو مقارن كفاءه بليس نصرح بسن وجينا عاد الكشاط الى انا كاين غدانيتيان مساء الخير في الله ومرحبا بك ازل مساء الخير تحيه طيبه وشكرا على الاستضافه ويعني وتحيه طيبه لجميع مشاهدي يعني القناه يعطيك الصحة شكرا على التلبية الدعوة ثم يتنيك مي تسيد رغلنا ومسعد الكشات عاد الكشات نتاني لا ديم ضبر انه كون نغنو سلم ذق المرصد الوطني للمجتمع المدني نتاني لها ناس اللي خدمتو ونتان ديم ضبر انه سنفار نتغرغر ثون نتان رئيس مشروع المنصة الرقمية كفاءات اكزاكتومون من السر رقميه رئيس مشروع من منصه كفاءات بليس كفاءات بليس انا مزوره لو كان الانتيني ذا ميميت وسا يعني ما هي تسهل كتير باش اخدم من المنصه يعني الفكره من المنصه اذا شكرا جزيلا على منحنا هذه الفرصه من اجل تقديم معلومات اوفر حول منصه كفاءات بليس للتدريب وتطوير قدرات المجتمع المدني. اذا الفكره الاساسيه هي منصه كفاءات بليس الذي اولا نقدر نقول باللي هي تعتبر اول منصه رقميه يعني بلاتفورم اي ليرنينغ خاصه بالمجتمع المدني في الجزائر. تم اعدادها من طرف كفاءات يعني مهندسين وخبراء جزائري 100% يعني جات يعني من اجل يعني تلبيه احتياجات ميدانيه. يعني هناك تم من خلال يعني من عمل المرصد تم ملاحظته يعني احتياج كبير فيما يخص المحتوى التدريبي يعني كان بزوا كبير في ماتيير لا فورماسيون. إذن كان هنا التفكير هي كيفية يعني تلبية هذه الاحتياجات يعني في المدى القصير. ويعني كانت هنا هذه الفكرة يعني كفاءة بليس، كفاءة يعني مجموعة من القدرات والمعارف يعني من أجل يعني تخصيصها في حيز واحد، بليس يعني من أجل إضفاء الحصرية حول هذه المنصة. إذن هذا هو علاش كاين كفاءة مقبل كفاءة بليس باش تكون حصرية للمرصد يعني في المجال هذا يا ما كانش يعني تلقاها كفاءات يعني في جميع يعني المجالات، ولكن كفاءة بليس هي خاصة يعني
كما قلت لك اول مشروع ابتكاري خاص بالمجتمع المدني. انا نونباش با كانوا هناك يعني جهود للتدريب ولكن ديسبرسي، ولكن من خلال هذا المشروع الابتكاري هو توفير يعني هذه المحتويات التدريبيه والمرافق المجتمع المدني يعني بطريقه يعني عصريه. اذا هناك محتويات حتى هو الشعار تاعها هو توفير محتويات تدريبيه يعني شامله ومفتوحه ومجانيه لجميع يعني فعاليات المجتمع المدني، والخاصيه تاعها هي يعني نطرقوا لها من بعد هي عندها الولوج الناكسي يعني طري سامبل اي فاسيل يعني من اجل استقطاب اكبر عدد ممكن يعني من المستفيدين. يعني كفاءة بلس سايز ماري جا سوبريد الانترنت هذه السيدف يعني كان زمر عندو كان على سينتيسا اي ليرنينغ بوان المارسيت بوان اي ليرنينغ بوان المارسيت بوان دي زاد يعني تلقى مباشر يعني يكون دخول مباشر لمنصة كفاءة بلس. يعني زمر ما تفرزمون بعد كان غي مزرين النغ باش زمر ما هاد في مدينتيا واسقين متى في لا نتمسلاي وما خامي لا يعني سو نتمسلاي في غرغرثو ما يقارن كفاءة بلس تخصصا اي وكون ني مضبرا نتربعيني مخالفا بحال ما كيدينا مسعد الكشاط ينا يختار نوفان ذينتيا أخلا اللي مضبر ننتر بعينون إذا يخدم المجتمع المدني حواجا وني لا لهني كونا مسينا ديمارو الأسباب أكد الأهداف إلا ما قول ما غرسنا مسعد لك شكرا عندنا على هذا السؤال المهم يعني باسكو احنا نعرفوا كل نشاط لازم نعرفوا لو بوركوا لماذا يعني تاع لي شوز يعني ما هي الدوافع المبررات الاساسيه اللي اطلاق هذه منصه كفاءه بوليس. اذا هو كانت تم اطلاقها ثاني مبررات يعني ميدانيه احتياجات تاع المجتمع المدني وتنطرق عليه بصفه يعني بعد مفصله، ولكن كان هو السياق العام، السياق العام يندرج في اطار تسييد يعني الاستراتيجيه تاع المرصد الوطني الرؤيه الاستراتيجيه 2024-2030 والتي تهدف الى اولا يعني شيء مهم يعني شيء مهم شيئين مهمين يعني الالتزام الاول هو تسييد الالتزام رقم 8 للسيد رئيس الجمهوريه فيما يتعلق يعني في مجال بناء وتمكين مجتمع مدني حر. ثاني كندارج في اطار تنفيذ برنامج الحكومه الذي يخص باللي مرافقه المجتمع المدني في عمل الحكومه واعتباره يعني ك شريك ومقوم يعني ومقوم العمل الجمعوي. اثنين هو هذا الشيء المهم ايضا يعني كما طرقت عليه سابقا هو يعني توفير هذا يعني توفير هذه العروض التدريبيه التي طلبها المجتمع المدني. كما تعلمون ان خلال لقاء سيد رئيس الجمهوريه مع في لقاء الحكومه الولاد يعني اسدى تعليمات بضروره فتح حوارات منتظمه يعني ومستمره مع المجتمع المدني. في هذا الاطار تم اطلاق المجتمع المدني يعني المنتديات الولائيه التي شملت 58 ولايه على مستوى يعني جميع الولايات الوطن، وكان يعني من اهم المطالب هو توفير يعني هذوما الدورات التكوينيه للمجتمع المدني من اجل يعني رفع وبناء تعزيز القدرات. باسكو حنا بالك ندخل شويه ان بو علوم احصائيه، هناك يعني علاقات ترابط قوي ما بين حجم التكوين ومستويات الاداء ونوعيه الخدمات. حنا دوكا نحوسوا يكون مجتمع مدني يعني ذو احترافيه وضمان يعني الاستدامه تاعو. اذا ونحوسوا على يكونوا مشاريع مجتمعيه اللي عندها اثر ايجابي يعني على حياه المواطن يعني ونحقق أسس الديمقراطية التشاركية. إذا لابد يعني مش نروح كان هو يعني الهدف هو يعني هذه استحداث هذه المنصة الرقمية منصة كفاءة بلس من أجل توفيرها يعني وتلبية هذه الاحتياجات الكبيرة. كان فولي تانيك مرتبط على الصعيد الدولي. احنا توجون كما تعلمون باللي في الصعيد الدولي كان هناك يعني أغلبية يعني القرارات المهمة في المنظمة الأممية والدولية تشارك المجتمع المدني. احنا من خلال هذه المنصة حبينا نقدموا يعني برامج تدريبية متخصصة ومتقدمة باش تمكن فعالية المجتمع المدني الجزائري من مناصرة الأولويات مناصرة والمرافعة على الأولويات الوطنية في المحافل الدولية. يعني هذه هي بصفة يعني أهم الأهداف يعني هذا الشيء باش نفهم سهم السيثيه باش اللي ينتهي بعينك المجتمع المدني إذا نتيناك تزاير لازم أي اللي يغزر الخصوص متى يعني العلاقة أنا ساكنت مورا الجناس ساكنت ربعين أنت مورا الجناس إلا أنت وشحال أنت كالقصد تخدم أنت ذاك تزاير إلا أنت قبل أنت هير بعيني خدم أنت ذاك يعني تزاير ونزرو شحال يعني أقرا أنت مورا الجناس لوني اليونيسف الكل إذا قاسنا خدمنا كالمجتمع المدني مس عدل كشط ومن يخصمها وضم يعني الاهداف من السير الذات ان شاء الله الاهداف للمنصه يعني كما قلت الاهداف للمنصه هي تقدر نمثلوها حنايا
حتى لو كنشوف يعني التقسيم تاعها هي بناء وتعزيز القدرات سيتادير بناء وتعزيز القدرات يعني توفير هذه المحتويات التدريبيه من اجل رفع قدرات فاعليه المجتمع المدني. احنا في بعض الاحيان نطالبوا بعض الاحيان كما نقولوا الهدف نقولوها بكل يعني بساطه وكلش تحول من مجتمع مدني يعني مطلبي يعني ماشي غير يطلب على لا سيفونسيون يعني الى مجتمع مدني الى خلاق للثروه، مجتمع مدني احترافي، مجتمع مدني شارك يعني في الهيئات الرسميه او حتى الرسميه بارك الله فيك حتى يعني يكون تكون مش نحقوا احنا اسس ديمقراطيه ما بين السلطات العموميه يعني من جهه يعني ويعني ورفعوا المستوى تاع بطريقه مستمره باش تكون يعني يعني حتى جوده الخدمات اللي يقدمها للمواطن يعني تكون بطريقه احترافيه. ثاني علاقه المجتمع المدني يا موح مسعد الكشاطي مزرين هي اللي قنار سنن الخدمة تنسن خاطر مثلا نفرز يكسكاسن يمضن يسرى تميع للمجتمع المدني ولا كل جاي في ذا يزمر غرس الكوارض غرس ربات بصح ويستغيش الفايت يعني يهرب مطلوب يعني بالك يعني الجمعيه ممكن تكون يعني هي اللي سنجي هجرت غير ذي ورقاطين برك ولكن في الميدان ولاش يعني ولا شوال يعني قل مرصد غرونا الاحصائيات من المنظمات الجمعيات الفاعله خطر في الميدان يعني هناك مثلا عدد من الجمعيات اللي هي موجوده نظريا ولكن في الميدان ما نشوفوهاش على مستوى المرصد يعني عندكم احصائيات في هذا المجال؟ شوف هي حقيقه الاحصائيات يعني الرسميه الموجوده هي عندنا 136 الف جمعيه يعني يعني كيقولوا على مستوى تنشط يعني هذه اريتي لو 30 يعني 31/12/2022 فيها اكثر من 126 الف جمعيه محليه والباقي ما بين جمعيه ولائيه ووطنيه. يعني احنا الهدف الاساسي يعني باش نقول لك الشريكه والى اخره احنا ما يخفالكمش الهدف تاع المرصد يعني هي هيئه استشاريه يعني تبع لرئاسه الجمهوريه يعني تقدم استشارات وتوصيات ومقترحات حول تسيير يعني رفع اداء المجتمع المدني الى اخره يعني اوتوباروتاز يعني بين قوسين ما عندهاش يعني سلطه على الجمعيات ولكن من خلال تقديم ترافق الجمعيات وحنا لاحظنا باللي يعني نعطيكم مثال المجتمع المدني من بين الادوار الاساسيه ديالو هو قوه اقتراح، قوه اقتراح هو واسط ما بين المواطن والإدارة. حنا اذا ما كانش عنده قدرات باش يعني اذا ما عندوش قدرات يعني كفيله من اجل يعني تبليغ هذه او الاقناع الى اخره يعني احنا يكون العمل ديالو يعني يكون متواضع. احنا مشينا يعني من هذا الهدف يعني تطوير الكفاءات ديالو حتى كي تروح انت يا بريزيدون دابيسي ولا دابي ولا الشريك هكذا كي تعطي له انت مقترح تاع حلول ولا مقترح تاع التشخيص ولا يعني تكون حتى هذاك يعني من الجهه الاخرى من السلطات المحليه يقول يقتنع بان ياخذ على محمل الجد على محمل الجد يعني هذا كما يقولوا يعني حاجه علميه موضوعيه وجديه يعني وتكون هنا يعني حقنا يعني بصفه يعني بصفه يعني ممتازه اسس الديمقراطيه التشاركيه. يعطيك الصحه مسعد الكشاط ودائما لما تعنى غرغر ثم قال كفاءات بلس من خيدينا مسعد الكشاط انتورين نتثل له سد باش راه السلمة اذا يخدم ذي ربعيني بخلاف مروان مسلي دمات يجي سلايا ذفر دخل نتغرغر ثم تلايف وما يخلي اي المذا ذي انت غير مسلي ما يوف المحتويات من المنصه الرقميه كفاءات بلس مس عاد الكشاط. شكرا. اذا منصه كفاءات بلس حبيت بك واحد النقطه نزيد نضيفها باللي تم اعدادها من مدربين خبراء جزائريين عندهم يعني تجربه كبيره يعني في العمل الجمعوي وفي العمل المجتمع المدني واستفادوا يعني من دورات يعني دوليه وتابع الامم المتحده يعني هذه اللي اعطت لهم يعني هذه الميزه باسكو مارسوا العمل الجمعوي مارسوا عمل المجتمع المدني عندهم كفاءات الى اخره. اذا المنصه تحتوي على 30 يعني محتوى تدريبي كابسول يعني اي ليرنينغ. احنا حبيت نقول كاين الخصوصيه هما سوسون هما محتويات تدريبيه ذاتيه التعلم سيلف ليرنينغ بروجرامز يعني ماشي تفاعليه. المرحله الاولى انطلقنا من هذا المجال يعني وقسمناهم الى ثلاث اقسام يعني نعطي لك مثال يعني القسم الاول هي دورات بناء القدرات يعني اللي لازم اي فاعل في المجتمع المدني لازم يعني يتحكم في هذوما المواضيع وتكون عنده يعني نظره مسبقه ويتحكم في هذوما الادوات الى اخره. نعطيك مثال في مجال بناء القدرات كاين يعني ما هو كيفيه تاسيس جمعيه قانون الجمعيات شيء مهم كيفيه يعني صياغه المشروع الجمعوي
كيفيه ما هي ادوات التسيير الاداري المالي المحاسبي للجمعيه. شيء مهم يعني باش يتجنب يعني الاخطاء التسييريه وما جوارها. يعني هذا شيء مهم يعني في هذا الجانب. تسيير الموارد البشريه والمتطوعين، تسيير المشاريع، كيفيه يعني التمويل للجمعيه، ما هو التطوع، ما هو الى اخره. هذه فيما يخص هذا الجانب. كان 13 دوره تدريبيه. فيما يخص دورات تعزيز القدرات نفس الشيء. هي ما هي الدورات يعني هنا يعني مستوى متقدم يعني اعلى، يعني يكون تحكم في الكفاءات يعني والدورات القاعديه، يروح ينتقل الى المرحله الثانيه لتهمه يعني في تطوير العمل الجمعوي كمهاره التشبيك، كالمرافعه المجتمعيه، ك يعني دور المجتمع المدني يعني في الوقايه ومكافحه الفساد، الديمقراطيه التشاركيه واسس يعني التنميه المحليه، اداره يعني الحماد الى اخره. والنوع الثالث من هذوما الدورات التدريبيه تهتم يعني بالمهارات سكيلز التي تكبر يعني هذوما البناء والتعزيز من اجل يعني العمل بكل اريحيه. مثال زعما مثلا المهارات القياديه ليدرشيب سكيلز، يعني المهارات الرقميه ديجيتال سكيلز، مهارات التواصل الى اخره. يعني بصفه عامه هذه اهم، هذه يعني هذا لو فولي تاع الدورات التدريبيه. وتشمل ايضا يعني منصه كفاءات، اسمح لي تفضل، يعني خدمات اخرى مرافقه، باسكو احنا ما حصرناهاش برك غير في يعني في التدريب، في التكوين والتدريب. حصرنا تقدم مجموعه من خدمات اخرى مرافقه على غرار في المنصه هذه، توفر مجموعه من القواعد القانونيه والتنظيميه، اكثر من 69 نص قانوني ليهتم بالشان تاع المجتمع المدني. هذه وشنو هو الهدف؟ الهدف هو تمكين جميع مختلف فعاليات المجتمع المدني، يعني من التعرف على النصوص القانونيه المنظمه من اجل ضمان يعني السير الحسن، ويعني يعرف وش هو حقه وش هو واجباته وش هو مطلوب منه النصوص. يعني نعطيك مثال، تقدر تلقى فيها قوانين اللي تخص يعني من الدستور، قانون الجمعيه، قانون البلديه، قانون الولايه، قانون العمل. دوكا انا راني جمعيه نحب نوظف واحد، اسكو عندي الحق؟ كان قانون اطار قانوني، في اطار قانوني منظم يعني يحترم. كان جانب ثاني تاع البحوث والدراسات اللي تهتم يعني جانب البحوث والدراسه التطبيقيه الخاصه بالمجتمع المدني اللي تطورها تطور يعني لاحقا. وكان جانب تاع اللقاءات الالكترونيه للويبينار، يعني من اجل استضافه يعني مواضيع تهم المجتمع المدني، ويعني من اجل يعني تشارك هذه يعني التجارب وتعميمها. هذه بصفه مختصره اهم المحتويات. متى ندخل نتغرغرثوا كفاءات بليس ما كيدينا مسعد الكشاط، يعني يجي سلا يروح يذف ذنتير كفاءات بليس اي المد وحدي سي انت لا يغرن ذنتي يا ذنتي غي هذا في متى يخسي المد ما يخسي المد في ما ما يخدم نهر باعين يا يلمذا في الجتان القانون من كلايرا اي يخدم لكل شيء وهي في ذنتيا. مسعد الكشاط من المي الا بذن دوني تزمرنا يدفن ذي غرغرثو وزمرنا المذن يعني وقتاش يقدر اي فاعل في المجتمع المدني يدخل هذا المنصه ويتعلم؟ يعني يعطيك الصحه على هذا السؤال يعني ممتاز. اذا هذه المنصه كانت كما طرقت يعني في بدايه يعني عرضي هي منصه مفتوحه للجميع. يعني صح هذه باك نعطي لكم هذه المعلومه بعد. هي في الاول كان التفكير حول يعني انشاء حساب والتسجيل الى اخره، ولكن احنا ارتأينا يعني من اجل ضمان يعني اكثر استقطاب هدايا لكل مختلف فاعل المجتمع المدني يدخل من منصه e-learning.marset.dz، يدخل مباشره يعني يستفيد من مختلف الخدمات المتوفره يعني بدون قيد التسجيل وبدون قيد يعني انشاء حساب الى اخره كمرحله اولى. يعني يقدر واحد ما يكونش منخرط في اي هيئه يعني جمعيه او مدني ويقدر يتعلم من هذا المنصه، ما تولي عنده رغبه باش يلتحق بالمجتمع المدني. يعطيك الصحه، هذا هو الاساس. ونزيد هنا فكرتني بنقطه ثانيه مهمه فيما يخص هذه، هو اشراك الجاليه الوطنيه بالخارج في جهود التربيه وفي جهود التكوين كلك سوا. يعني من جانب تأطير، باسكو حنايا اكبر مساهمه للجاليه الوطنيه بالخارج هي المشاركه يعني في جهود التكوين من خلال استفاده من الخبرات تاعهم الى اخره، تسمح لهم هذه. وثاني اعضاء الجاليه من يعني يتعرف ما هو موجود في الوطن يعني خاص بالمجتمع المدني، كيفيه التاسيس، كيفيه المساهمه الى اخره، تكون يعني حتى عنده نظره يعني باش قبليه باش اذا يحب يساهم يعني بكل اريحيه. ويتم الاعلان على الدورات اللي هذه الدورات تاع التكوينيه اسلم ذايق لنا صيغم التواريخ سي قبل، يعني كاين تواريخ من قبل كيف يعني
تقنيا كيف تتم العمليه هذه تاع الدورات؟ احنا بعد اطلاق منصه كفاءه بوليس يعني اطلق عليها السيد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني السيد نور الدين بن براهم يعني يوم الاربعاء 7 فبراير، كان تمك الاطلاق رسمي لجميع الوحدات التدريبيه يعني هذوما كاع لي زونيتي دو فورماسيون هذوما يعني ليرنينغ بروغرامز كانوا 30 راهم دوكا راهم جاهزين. وكما قلت لك بلي هما سوسون هما يعني وحدات تدريبيه يعني ذاتيه التعلم، هذه كان مرحله اولى يعني من اجل حنايا كان الهدف تاعنا توفير هذه المحتويات التدريبيه والتكوينيه لجميع فعاليات المجتمع المدني بدون يعني قيد الزمن او المكان او حتى يعني لازم تشترط تكون يعني رئيس جمعيه الى اخره. كمرحله ثانيه ان شاء الله راح نطوروا يعني في برمجه دورات تدريبيه التفاعليه اللي حتكون عندها رزنامه بيداغوجيه محدده، اللي عندها شروط الالتحاق، اللي عندها شروط التسجيل الى اخره، باش الناس تكون تعلم وتشارك وتكون هناك تتويج لهذه الشهادات. شكرا. يعطيك الصحه مسعد يا كشط. مدام يمر الحال تاع نهار زم يعني هورت رزمي الكل الدنيا تزمرنا يدفن الكفاءات بليس المذن سيرزه ازمرم اهيلي اهيرم املاقين النظام هنمد باللي شنا الهرم سل ويبينار نقص يعني اديستونس في ليغاج غير مملاقين ومن بعديك هبذا ما تختار من لا يلمذن يعني مستقبلا تبداو يعني في دورات تكوينيه متخصصه وتخيروا المستفيدين منها يعني في مواضيع معينه ولا تخلوها دائما هكذا مفتوحه؟ هي راح نمشوا كما نقول احنا نمشوا كما نقولوا في ثلاث اتجاهات. الدورات هذه ذاتية التعلم تبقى باسكو على عندها من خلال دراسة التجارب يعني تكون عندها توجور يعني أثر كبير يعني باش يكونوا عندهم المعارف الأولية والقبلية ويعني لا كونسوليداسيون تاع المعارف. أما فيما يخص الدورات يعني التخصصية يعني راح تكون حسب الاحتياجات يعني احنا نحصيو الاحتياجات حسب المواضيع وحسب يعني الاهتمامات والاولويات بيان سور يعني توجور حيكون يعني باش تشارك في دوره تدريبيه لازم يكون عندك انت تستوفي للشروط المشاركه هذه. وثاني يعني بنفس الشيء راح نزيدوا ثاني كنعزو بالدورات التكوين يعني الكلاسيكيه الحضوريه اللي حتكون يعني نفس الشيء كلكو سوا تاع دورات تدريب المدربين او دورات اخرى يعني يعني هذوما حيمشوا في ثلاثه يعني في نفس الوقت يعني حسب الاحتياجات حسب الاحتياجات. يعطيك الصحه مسعد الكشاط. يعني سير زاه هبذا نقرن يعني قل مرصد ملاقين وسلمد يعني على حساب متى يحوجن الدوني ذقانار ما كيتقابلنا هنا ذقانار سير زاه من اللي مخصمها وضم مسعد الكشاط يعني الافاق نون الافاق المنصه الافاق تاع المنصه هي الافاق اللي يعني حتكون يعني في شقين. الافاق تاع المنصه هو تطويرها باش تكون يعني منصه يعني رائده على المستوى الاقليمي العربي الافريقي يعني باسكو المجتمع المدني يحتاج برامج تدريبيه متخصصه وهذا الشيء ما كانش هذا فيما يخص. والنقطه الاولى. النقطه الثانيه كما قال السيد رئيس المرصد الوطني هو يعني الشروع يعني في اطلاق مركز تكوين خاص يعني بالمجتمع المدني المجتمع المدني يعني قائم بذاته يعني هذه الافاق تطوير المنصه يعني تحول بدا المنصه الرقميه الى مركز مستقل ان شاء الله والجمعيات نعرفوا نسقين باللي الجمعيات لانت جمعيات مختلفه يعني عندها اصناف كاين جمعيات رياضيه كاين جمعيات شبانيه كاين دي اسوسياسيون دو سوليداريتي كولتورال يا هل طرف هذه المنصه هذه كل اصناف هذه الجمعيه يلقاو المرغوب تاعهم ويلقاو باش نطمنوهم؟ شكرا يعني على يعني انشغال يعني اللي في الصميم يعني هوش تشترك ما بين الجمعيات هذوما كامل. كي تشوفوا التعريف تاع 12 تاع قانون الجمعيات هو تجمع اشخاص معينين من اجل تحقيق مشروع مجتمعي. هنا نقدر نقول لك انا ونطمنك ونطمن جميع المشاهدين باني جميع الكفاءات والدورات التكوينيه يعني اللي تحتاجها اي جمعيه مهما يختلف النشاط تاعها متوفر يعني في هذه المنصه سواء يعني باسكو على التسيير الاداري والمالي هو معتمد على جميع مشترك اداره المشاريع اداره المشاريع لا جي سي بي هي مشتركه تقييم المشاريع هي مشتركه. هو الهدف الاساسي هو كيفاش هذا المسير تاع الجمعيه اعضاء الجمعيه يسيروا الجمعيه بكل اريحيه واحترافيه يعني هذا هو الاساس يعني هذا الجانب يعني تم دراسته يعني من طرف الخبراء المكونين من اجل تكون هذه المنصه ملمه.
الله يستر ربي صحه مساعد الكشات نسلمه ونربي اش نوفق ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ما كيتني ذا ولا يعني المركز يعني دام قران وذانيتي عندي تزايري تخصن المرصد الوطني لما تعالى اسلمد. شكرا جزيلا سيد سعد الكشاط. نخليك الكلمه الاخيره، واش هو الرساله اللي تقدمها للناس اللي حابين ربما يستفادوا مازال ما راحوش للمنصه ويدخلوا المنصه يلقوا ربما بعض المشاكل التقنيه؟ إذا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة ومنحنا الفرصة للتعريف بمنصة كفاءة بليس. إذا منصة كفاءة بليس هو مشروع ابتكاري يعني راح يقدم يعني قيمة مضافة كبيرة للمجتمع المدني من خلال توفير هذه الدورة التكوينية. إذا أرجو من جميع يعني أدعو جميع الفاعلين المجتمع المدني يعني الولوج إلى هذه المنصة والاستفادة وكان من هذه الدورات التكوينية التي تم إعداده من طرف هذول الخبراء والمكونين المختصين وتقديم يعني وجهنا دعوة للجميع يعني الكفاءات الجزائرية يعني من أجل يعني الالتحاق بهذا المشروع من أجل تقديم يعني كل في مجاله من أجل إثراء هذه المنصة لأنه عمل يعني يعمل بطريقة يعني احنا نعمله وفقا منهجية التحسين المستمر. احنا نرحبوا جميع الكفاءات وجميع الخبراء وأيضا يعني أي إفادة يعني حتكون مرحب بها يعني وهذا هي مرحلة البناء نبني ويعني خطوة بخطوة حتى نلحقوا كما نقولوا مرحلة إن شاء الله الكامل. إن شاء الله ليس ربي صحة مساعد الكشاط هذا نسمي كتاب اللي شكل الدم ضبر أنت غرغرتون كفاءة بليس إلى نظفر المرصد نتمورث أنت ربعيني مخلفان وديم ضبر نوس المذقخة من قزطة من المرصد الوطني للمجتمع المدني تنميرت أنك أطاس مساعد الكشاط سنين ما زرينا إن شاء الله اللي مسفي ذم أكينا دايما روحة ثلاثة مرمى لم ذم متى خصم شنس لخصو شنين إذا إلا هلهام سربع عيني مخلفان باش أسقين من إلا مهجورم وما كراهرم اخذ من شنني مزرعي الناقم ثاكن ورا شنت كم ذاك وانا مرحبا وكدور رفيقنا محمد فالمير تعطيك الصحه ابو جمعه اللي تاعنا ان شاء الله السوق يديتس الى يخسر ان شاء الله ان شاء الله فالمير من دوك الله النور شي يعني يتكمل مع ذاك نجمع فيه مزيان من روح نغار في قثنا نبيل مترف انت وي غريش تحيرا في يقال لا خدم الحياه التزعيمين تشبح انت زيس انت اي سدنان تاني تي خدم سيدو دانيس سفوط الحياه هما التزعيمين تفاصيلني انك ذا رفيق نبيل مترف ستار ريا غار ثمزين اسمي من التطافة سفاراقيا يري فاسن ايوا كنا دنسو فاغ يستير قانا ولذ امالا كنيا تراث ذا موانسيس سعد دايس الوقات يسيد سيفالي حولفان يلا نزدان سبقس مثل الطمشطوح عندي اختي توفات مرضت وتوفات وكي توفات سايتي ان شوك صرالي شوك ايتو كنت ان بلوس غير كيما جبت مون دوزيام بيبي دونك سكي في كنت ما كنتش مليحه وهاد لا هاد لا بات بوليمير هاد الماده كلكو بار سلكتني عاونتني باش نخرج كاع هذاك لا تريستاس لو شاغران هذيك شغل كل ما نكونش مليحه نخدم 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 و فوالا اسل الوان درصم يمخلفن امال تسني مره يسوريفن غفاث عديا تخدم سلقيس ذي العدل إيوا كنا تسيوض أد سوفغ إسغون إسينا تفرح وتصفرح وين راثن يلسن الأولياء تاعي يهدروا لي على كاع لي كولتور دون لو موند دونك سا ما فريمون بوكو انفلونسي ونحب كاع لي كولتور فريمون سكي في كا شاك فوا كي ندير اون كوليكسيون جيساي دو مانسبيري دون كولتور كليانت تكون فرحانه و كم سي دي بياس يونيك كل حبه وحدها سكي فيك كل كليانت تكون عندها بوكل دوغي غير هي لابستها اين ترفض السامال تلمذي في دي سيتاوي للانترنت ثياث ذي الحرفاس نتوكسن الخيق تكون التصق المزين سلبغي ذي الحمالان يسونن تختاريث غف الحرفاس يسيعي دوفرار سدي القرايه ينس عندي ان ديبلوم تاع بيطاره فوالا بون خدمت شويه في الدومين با تري لونتون ما كثرتش بعد خدمت في دي دومين واحد اخرين بون بعد حبست كي جبت بنتي حبست الخدمه قعدت في الدار نتابعها وكاع ايتو ومن بعد جافي توجور هذاك الكوتي كرياتيف لازم نخرجو الماده هذه تعلمتها وحدي كنت نشوف لي فيديو في اليوتيوب لي توتو توتوريال كيما يقولوا لهم
كنت نشوف مع الاول تاع لي ديبيوتون ومن بعد بلاقل وليت نشوف لي بروفيسيونيل تاع لو دومين اللي كانوا معروفين. امل تمغلي صغار زداف اتسبد يول المحل ايه غتكمل الحرفه ينس ودرت زون غرس ويدي حملن الصنفاكيا قصغول أمام دوكالا نوروشية أي أن تكمل محل مكا أنو ميكلت دي سخرنا اللي تعذك رفقنا نبيل دي هدرتيك جار إي فاسنيك أزول فلك نبيل مرحبا زيك أزول فلك موحزة في كل مفرج اللي انتقال بأندنا مرحبا زيونا كلنا بتعدى جديد ودرتيك جاري فاسنيك ووسو إن شاء الله سفيد مكلنا إن شاء الله حالة ساعة روح الجيت بلك ثاتي كلتيس مثلا مثلي في اللاس بعد وبلك دوني تستغرب بنا كينين لندن اي مزيغن غريم من محسوب غرواسه لندن اتمسلايل انت رجل جيت ني عين دفله تقريبا غالي للوليث انت سمسيل بصح ما كاين نظام موح ام كانوا يوساد جال عين دفله تي سمسيل تدلمديه روشي انت دوني حفظا في متى زمرن يعني في مازيغ في سواول الناس العوايد يم خلافن دشي يوغين خسان مسلاي في الاساس سواء قبل سمتها توسن البلديه في طارق بن زياد يتوسن اخر روش دينتيا اكيد انه جيو لنا غير ديوسان سي عند فلا سي طارق بن زياد مس محمد زولاي مس زولاي الزول في الليل مرحبا زيك الزول لبيلا زول محمد في الليل مرحبا زيك ما كيلايرو الحال دي طارق ايه هو الحال الحمد لله ربي شان الناظر مشتا الحمد لله الحمد لله تمام من عمل ثلاث هوا لا نو فور عمل فات ثلاث هوا سكاس الحمد لله يا ربي الحمد لله فهو يعني يقصد زي استزعمت يعني هو فهو يعني اش ملي فزعك ان شاء الله الله يبارك باش مو حي يشفى باش نلمد باش نلمد هو يعني الحال اللي هو ذي عند فلات ذي طارق بن زياد مس زليل كون مزوار انت سند يعني نس البلديه طارق بن زياد بلدية طارق بن زياد تقديمت كريي 1957 تور بزيك طفر ولاية الصنام شلف لا الصنام تور ولاية الصنام زيك الصنام بعد ما التقسيم الجديد تاع 85 رجعت ولاية شلف حاليا ولاية شلف هنا بلدية تقديمت كريي من 1957 ما كنتو قارنا سكر وقت صحيح قارنا الناس مربو قباش تم مقارنا قارنا الناس ذراعي الكروش قباش غرس الكروش انا عيطات اللي سي حبا عيطات يعني حبا عيطات الكروش نحبا يعني حبا تسمى الكروش معروفة بذراع الكروش فيه مازال غير ضروك السنة تتامن دوني اي مقارنة مقارنة مثلا تقصيد هنا ذراع الكروش معروفة انا طارق وتسنش هذه ذراع الكروش يسينيت مرتوب شنو فهمت قلت اني شلب إمير طارق بن زيد هذا فرع عند فلايك نغي شلف لا لا زيك تو دير صنام إمير اكتويلمون تاين عند فلايك عند فلايك فوالا هما باش نفهم لا الوقت تبع عند فلايك وميم إلا ما يتسمى طارق بن زياد حسب الروايات بالك يمض سنيس الاخر الفتوحات الاسلاميه طارق بن زياد يمض السن يروح غال تيارت تسمى طارق بن زياد سيكس غالي ناس ماربو يبان الاستعمار الفرنسي صافي سي زاه هم يود الروايات الا انت الروايات على الروايات اللي وحد انت معشور هذه طارق بن زياد نكون نصل الحدود النس اكد ما انا الحدود النس غير نقص سي جي ثاني جيت نبدا غير نتشتا غير اقبال يمتد غير تشتا ماشي تشتا زكوا لا 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 غير نتشتا نيض غير تشتا لا تشتا نيض ايه لا غير نقص ثاني اقبال يمتد غير قريب المديت في طرف المديت اقبال اشاون سمعت اشاون اغبل هلا هلا هذه سني مو كان قرنص الاغبل دي تي بازا ويرني ثاني لا اغبل وتشتا لا نتسناس لا نتسناس وجنا مغبل سمعت اشاون على يطل قريب في المديت غير نرجعها جار المديت عند فلان اي غير نرجعها هذه الحدود النغا غير نرجعها ما لنا في جو قبل ثان قبل ثاني يطل في طازا برج الامير عبد القادر تسم سيلت غير نرجعها ما لنا أخبرنا عمرونا قريب الحسينية طرف الحسينية من تا الطارق من زيادة يغرس الحدود ذاك تيسم سيلت أكد المديث أكد برج الأمير لا لا هذا غير روحها من الحسينية تيسم سيلت قريب شلف لا غرس سي غرس عيطان مقرنة مقرنة 12000 نسمة الله يبارك المساحة نستا مقرنة قادر بلدية نعين دفلة الله يبارك ودي سي مزيغ عندي انت مازال دوني في تمسلاينا ما كيقارنا مسلاي ثنو شنين انت مازيغ ما كيسقارن قالوا جانات نسبة لا غينا شكات هدر جانات معناتها تو سبيك زناتية نسبة الى زناتة زناتية العشاق يجي هناك هدرت معناتها سبيك هدرت كومونيكاسيون اينك تسند جانات
انت تهضر الجيناتيه صافي انك بصراحه بالعربيه تعرف الجيناتيه انت بالنسبه الى زناتها حسب الروايات. الله يبارك. ماني دوسان ماني تمركزني اذا ني زين جانك انت تيغزرت تيغزرت اي انا قبيله تونس كنت فيك تيغزرت دادوار دقرضان دادوار دقرضان دادوار دقرضان حوالي 7 كيلو غرنا غرنا خزانة يجو مشان تسمى هذا البارع عشان هدر سيش سمعني ماني غوبة اللي يسكن برا قاعدة هدر نسجينة تاي قاعدة نسجينة إذا ني عشان في برا هذاك ذورة برا تغن تاسن غرنا غيش السوق تاسن سوق سسب تاسن هدر غيش سيش نايم بعد يصير النزوح هني شو الحش من الوقت سيس شو هذا نسيس حال دروك قيمة غير مقارنة برك تنزلين تنغ لاني قدودني للم ذن قدودني سكن برا على سبي على سبي ليس في مثل بس هذا نسيس عليه تر ما أنت هني نيس علم منه صافي لي بارون إيش علم منه تهذا إيش علم منه شو هذا رضش يعني مقارنة أنا زمراني اللي أنت مت أنت وينك يسنوا تروح أنا العادة تروح نيس تروح معليش زفر سين سقين دمت أنت طارق بن زياد ديس يعني هو سجل ثلاثة الولايات ديس أمس ليث النغ إيلس نتمازيغ تنسن قرن الزجانات النغ الزناتي أزناتي همو باش يجو يغلطش كل مكان ما يقارن مسلي تنسن نتمازيغ دوكا تنسن مسلي سمتة توسن البلدية طارق بن زياد بلدية طارق بن زياد ديش منطقة رعوية فلاحية وسياحية الفلاح ماتا تون جيك شرزن سيغيال جي سيويان سيويان ايه قارما يويان نقارمش يويان قارنا سيويان ايه برضا تيجن سيويان نغسفو ناسم بعد الوقت طور شوية الحل ستركتورة هاسم لا هي مريب قليل بجن برك لنشري مكرني قبع ذن النغاذي لنكذور ارق هذي اللي نوعر نحسبو يطاك شتا في المشيرة برك هذي خدمة تسيوة يطاك شتا ولا باريني باش ولا ولا يعود الأصل ولا الأصل يرزن وبعد ثاني يعتمدوا على الزراعة المحلية مثلا لا يحب أن نبهون نغل نجلبانا حوايج هكا حالي من دي لاندي انت ياخذ من الزراعه مثلا هي مزيان غير ذن دريش لا لا تكرزن تجني من تديرتين حتى الفرينو ناي مال وروني شو ولاد قرضال اللي انت ينغ لا 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 جو مشان مثلا جيت البراج لم قرا اجر الاراث مستثمرات فلاحيه اي الله يبارك تجي مسح يعتمدوا غير على غير من دير تمزين برك تروح من تجي غير تمزين تروح مش مثلا نغل انت محاصيل واحدة أخرى خضرة تدقى على لا خضرة سكنت دي جوم شاق أنا سعين تغزولت طفر أني غزران من الأنوامان باش تسول ذن تدى غرسن تاون أنا غدين دي مارشي تاون دي طماطيش تاون دي شلاطة تاون دي صوالح كل شيء تاون تاون دي الله يبارك صافي شنو ندير تيا غرون حمكين قال المصادر وامن علاش الا المصدر وغبان بصح دانيا مو ينقص نقص البراج ونيتي لا لا البراج الوقت لان دعمنا نقص البراج تاوي زي الشيء تزمشيلت تسن زي المحتوى حتى يمون ثنية ذاك يمون صغرنا شي تشناغ تيكل زي 15 يوم عشان سير زيش في 15 شوي فوح وطي وان وغباري تاسد وان وغباري سوش وغباري تاسد تاسد ولا رغم شيشة والله لا ما مشيشة حالا من تفلحت لنا ولاش تنتي من من تفلحت دنيا المو قلن ولاش بين وانا سيم نقول اي 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 ولاش اي غزل مثلا البيرنس نغرس شنو خسرت شويه وامان فلحنا ما طفرنا امان حماك لان زرق تصاور الله يبارك اسكوس ان شاء الله يليه اسكوس ان شاء الله يليه هو اسكوس ان شاء الله عام وبشر بالخير ان شاء الله ان شاء الله نوث حوف لا لا الحمد لله الحوف والله الحوف ما نعمث خسها غير شويه مش بزاف ان شاء الله هل دي انت مثلا هني بلي ذرا يشاون تشتا تحوف دي سنو الفن خاطي داك سكو سنين لا تشتا الفريق تغير مدينة سنيغرن مشى انا يوقف الوقت سنيغرن ايه شهرين يعني ايه سنيغرن ايه شهرين سنيغرن اللي يقيم والله لا يتغير مدينة غير في لاسكو جريس ولا يقع تغير سنيغرن ونزريت سنة سي المدينة نزريت شك مشينا مرتفع شويه يعني علي علي مشاني نزريت مشاني مشينا نقول لك إذا جي العام يشتغل شي الوزير الفلاحة الناس نمشي أنايا الله يبارك يعني لسه أنت المواشي نمشي أنايا هو ونجي نتشاع نتشاع نروح عند الوقت مش نسكن أنت نروح نغيد صراحة عندك مال نروح نصبع على درجة الحشية على درجة عني وإلا نمسلي ثاني في حميكي نذفو ربي من المال اللي هو يشتنتيا نزر بلي لا ريال لا إرسان حميكي نقار يعني شي يتعاون باش دوني ثرب بان دينتيا المال خاطي
تربان في تربان ولي تربان شويه الماعز تربان شويه فوناس شويه فوناس نقصن شويه ما مركزين على التربان تي غرس الكراجاتنا يا زيد دريسينتي مرسنتي شوية شوارع كوريات كوريات غرسن لا غرسن برا غرسن الله يبارك دينيك ان شاء الله تمشي انا ممكن انا ندعم نزيش الولايه عندنا من حيث الثروه الحيوانيه الله يبارك تاون تاسن الاخرين تجار تاون تاون في الاسم تاون ينزيدن تاون في الاسم قايمون الكروس تاون في الاسم يا زيدن صافي يا زيدن خدم مع عيطه انت لا خدم غرسن الكوارع عيطه والمساحه اللي ساعدتهم ولا برا ونقاو وحال ربي ان المال الله واش في برا اذا يعشن كذورار مثلا مازال يغطى لنا كذا لا 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 تربها المام الوق المام دي طارق تربها طب الماعز شكون الماعز غني تري شويه ربها تغطي لنا الا دير راك الماني هدا انا كذا لا اي قرميك الهشام هدان ياك اي اي هذا اي ايه يرعى يعني يرعى لا 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 واش ما يتمالو واش باش بثني برا اي اي هدا قار خاشي نقار ما هداش نقار يتش صح قار مروسة يرسل لي يتنهر كاع العاش ايه لا لازم لازم يجي ينهر ايه اي صقر من نهر اي نهر انت طافر انت طافر هذا روح واحد يطافر يطافر انت انت شنو انت واحد انت يطافر لا ولا يطافر وسيد دابا شنو حميله توضي صرح زيك انه خطي ونقمض في الناس ولك شو وني قصد غنى برا يقمض في الناس اي سي لابون يقول اي جو سوي تريفيا المسلت ماشي سي تريفير باسكو ذا ذا سلمذ الرش سمي قد ديليا اي تعلم بلي اي حرز في الحاش اني ذي مولا نغول كنكا في لاسن وكان يلا ماني يرني غسل مدغرش بس ماشي ذا امي كي نيف يجسي لي داك دود ازرد بلي سي لي داك دود يزمر يسرح بالك 20 40 50 دي خفاون داك من المال يعني هامي كاين اذا توريني غطين حالي مير بالك هبدل هو ليش محل زي كي يمير وني غرس وني غرس ما 40 يخفوا انا انفستيسمون مش غرس تاع بالك اسني ديو يوم كانت ني دين ديال الكورت يبدلوا ذمي شي حاجه زيك تو زيك تو يجرس بالك كيش تفون ناس كخام وغرس غرس بالك سنه تاع علاش نغرس ثلاثه ني غطل برك يطلع راه زيك اللي غرس الوق ولاش غرس اي لا نشرب لك سيدي فامي دي مرفع انه لا سبب دواوير اي على حسب دواوير يعني تغلب من المسؤوليه ثمانيه ايزمر انت صراح معناها ان يستش هذه سنت انت سس وانيا ويا لا ورني انت حرس كوشن ويرني انت حسب الصراحه مديت من هاي الحشتي كوارن سلا انت عس انت نهر باش تفنش يقر ندوني اذا بارك الله فيك ماش كبير ندوني لا خاطر شدسنا حد النوغ ناكني جاي من دي من الحدين وجاي هذا الحد اي هذا صح والحشت زعيم ثاني موح الى زريد تو المال غير انا مرير سانت تروح تمس خلاضن تغرد ولا خامك تمديت واحد يسكن يجي تروح خامس الى ما كيد بزاف بعد والله ظلم سلته وكان حدا سيقيم محسوبه زولي وكان حدا سيقيم لا خاطر شواني تي كيخ فيس شغل ديم تي ذا المجتمع النظام وني قلت نهار سي فيرين تطوي الزرق شراد انتيا دي ويغالي مت النياس يخدم جام وكان يروح يخدم الخدم تنظام وست شقان قبل يخدم جام في النهايه يلما ذا دونك سي توت اون استوار هما تنهكور ذي المجتمع ني اروح نتقدي طعام صر سي عام صر سي نتي بدا خلاص الكلين يروحها صح ان شاء الله السلامه دي ولا الخصوص ماني يعني ارى بين المال يفوناسا يعني شي هيني رني دي الرزاق تمرث الناغ وخزرين باللي الدنيا ثاني تمرث الناغ ولا شادين ناوي سيمور اللجنات وسيروا حن العوايد ويتون دي واش قلت يعني ترابان زيك توين قارنو خدم ثاني دروك ولا نير تشير ان شاء الله يقار وصرح غش وتوي غش يعني هشك يبدل الوقت يبدل يبدل الوقت حتى ولا توزيك لاش الفيسبوك باش هاي الهذيك صراحة تصدق العسلوج أكيد همسة وثد تلفاف أسلغة أسلغة قرم أسلغة 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 سنم وني تتنمحها شوين غوم يتزدق سنة 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 أسلغة تقول مثو أسلغة تدخل تغسل قرنا على دفع يوزغ يا محاين كون درش متى يهيغ ما سيتو غرنا باش نكال تغزيب أسي يكمل أنا نغزر رحمك تغيج يتاوي يكي صغروا ما أرخصاص يعني نوارن ويتو هذين تزي غاطي السدين تي هذا قرسان يا أغنس أغنس يأتي الزيدين قرسان يعني دين من يلي يصرح سبحان الله يعني سق شيء مغنوغي سق المنتج أي والله سق المنتج غير المستهدف أديرك هذا يشرب الصحة يعني
يعني نولى غير عيط الامور تقديمين وتشي وكين خص باش نحفظ في اللاس على كل حال ذي غيرني مخالفنا نتمورتنا في زياده نشيو ثاني ذي طارق بن زياد ذي عند فلا غروني شلعات تزعيم سبيا ند باللي معشوره ذي انتيا تفن ذي العوايد الجدود وقاسن يعني المال حمكين قار نغ الرزقو ماني هكار من خدمت ولاس ذاك نعلاش ذاك نولي قالوا كانت مسلاي في من الماز من الماز في التظاهره يو هكار من انتيا فيش طايو التظاهره هي في الحق راس بريباراسيون الافونس واش دي ناس راس انا مشان ماني استيسع مشان باش هذا السنتيس هذا ذو الماتريال نسن المتمثل في المقاس نسنال لانه قال واحد داد قال عن سقط عن ليه قال السوج انت بغاني قال بس تخدم ذي الشوم تيم غالي داخل على جنت السنين جنت تبازينت سنت بازينت محمد متى بازينت بس واحد الأكلة روح نوض بازينت بازينت أنا بازينت خلاص جنت بازينت بازينت شغل أما سفارينا وخلاص مع قليل الزيتون قصد هنا دي سي هو ونقرأ شغلي تزدرك نقرأ سحررت لا ليش نقرأ بازينت نقرأ سد هنا ذي الوسط ونتنا ذي العجين هما يتسد ساكل طرف ايه نقارث وني نقرص حريرت نقرص حريرت وني دارني ينوى ايه دارني العملية شوية صعب فلازم لها وقت على ذو وجدنا مشان استيسع مشان يبغى نزيد داخل تنزي زينت متى تنزي زينت تنزي غدا انت متهنت متهنت الراس ولا انت برا الياز اللي يخدم انت مقسم ذي ماشي هو لك طقنا اخذ من لاسعه ماشي هو لك مشو كدوني طاق الناس بالك انا سنسن سنن سعلم اللي يجي السن لازم لا كومبيتونس نعم حي غلطت برك لا ان شاء الله تدفن مثلا يشريني تيخسي ولا تشرفن لا تشرفن باش رفقا بالحيوان اما غير نغرس المشيث ولا تنطف السادسه في سقدار الناس لا تشرفن لا تهم صح هذا ماشي دمو شي هذا الفضور جويت العشرة عاد وانت باسي انت تشمت تشم غاشي قايط برا من بعد انا غرس انا غرس مش لان ماشي نخسن سيسو ويشو ما مش لي مش لي لا عاد غال الزوج ثلاثة تظاهرة كبيرة على الوجد القاعية صوالة وجاهين يجي دوا عشرة يجي دوا عشرين يجي ثلاثين هذا معاون قاع قال عملية قال باش المعاون قبل تصعب شوية غير السن سي سوردين باطل لا لا باطل صح التمعاون قال ثوارين اخذوا ثوار ادوا من السنقاع ومشاني قاعد اجتمع عندي على الذهن كانت كيجلو كانت هذه في سوق نقرا نغزفريون غير 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 يكمل قريب في سوق على تدف انا بدأ انا بدأ فار 20 يمن غير يسخن الحال تسمى جرى جرى في سوق غير يسخن لا مش تقول هدف غير بيض تلاسان ميمي غير تلاسان تلاسان باش سي خشيني نغدي نشري غير هذا الشيء ناس على ربها يشو ايه على ربها يشو زيد الحركة الناس يبدأ نشيط يقول مليح ايه ويتدش ويتدش تأتي صباحا سي الحومان ايه الحومان ويتدش الحيواني والهدف الرئيسي الناس لا في كونداسيون على تيزر يخشي على تيتهرب على تأترفث باش أذكر شوف باش عنده أكبر رأس من التزوج يعني ديس الفايت تقرض بارك الله فيك باش يستحفظ يعني فان بركة كسنت الشين النية كلها هي الاقتصادية هاو تضغط في النية أتحوج ذي إسحقاء مجتمع اخذ من زيس يعني الزنطة اخذ من زيس طارح تقلي إيه ولا يعني محامي كي نزور شوف مولا النغ حتى ولا بالك وغرينش المعاهد اللي تخصنا بصح غير سن العويذ ني نمط اجتماعي سكين باللي لا خاطر السلاد نفغتي هي رزا نروح غير تفسوت مع ديك انبذو نزر باللي الحيوان يقرعيطا هضفت ويتوسخ هضفت ني خاص سبث نوث الغراق من يتنوس من يتنوس الميكروبات هذوك اي شيء يتربى اي شيء يتربى يعني شنين انت مازال طارق هكار مهويزايو ناتويزا باش مع وانا ما نسم ولي ميمي وزمر شكون اللي جاي اللي سيخفيس ماني اه التاون من دي فامي راه داون قال الشاغر نغتويزان بعد السن ولي على داسن ما عشت السن ثاني بصح نازغ غرس الاخر
ماشي تاضو في غرس يقاري ناس انزغادر ما تمطر ما يديروا به والو صح تاضو تمطرناش ولا تشرذن ون جي تحقق تحقق وخا من الناس ونتي زيزات يزنس كل اللي جاي ويل حقيقي ايا وي معناتها ماشي غدوه جاي ناس مثلا مارينو تشانت على ثلاث سنين مزوار ولا لا تفهمين مثلا رزرنا اللي محتاجه لل ما شدرش ما ينسى واش علت كاد الوقت انا هني نتلس الناس غير سمعت الى الملايطه غير سمعت وكل نهار عندهم نفس الاكله هذه التظاهره كل نهار لا تجتمعين ما مغرس ولا تروحاش يا ساكري بهذا النهار تاع ولا النهار بعثي توكل في السويزايو يعني كاين الجنان راه ما كاين لا لا غير لك شغل مقارن الاعيان مقارن قال شكات تفضلت ورا يا شكات اي تشار وهم شانين انا نسيس الملاقاه هضره وحده قال ما انا سيسون مشلي ما انا سيسون ديون القهوه ما انا سيدي ديون مثلا المقاس يعني كل شيء نظم منظم عندنا عمليه منظمه وتسند الدوني في الحق نتكون الا الوقت وزقينا ماذا بيا حضر الله لا موح هذه سدها لك مره الوقت يسدها لك ها ليش حتى يشوم ماشي غير في الماكله النغم ما غير زرض يعني العمليه يو داك هو لا سمال الحشته زعيمت يعني الطبيعه زرب صافي انت غير باكي 30 سكواس نزرف شمال قرضوا على مشان نقرض باش احسوا لي نقابه شي لي باش مدني وتروح لنا تسدش وتروح اش اي باش يحتاجوها وكل سكواس تعاود نفس كل عام كل عام عزرنا الحيوان وين ما يغرس عيطات هذوف قالوا هذه أجوسة ترى نشجع دراسة حل مو لازم أسأل سمة غلوسي سين شعر إني غر إن شاء الله والله شو لا محل نبي لأني وسمة إني وسمة شو ما عارف إشكال إن شاء الله شق لي صغر واحدة خلاص السد الشيء كنت شيء بس سقصيرنا سنقصر ان شاء الله نسلم ان شاء الله نسلم مساله اخذ من الفيشطاي وداك النهويز نحضر اسكوز دي غورن انا اللي نحضر ديس يعني التلفزيون يعني ماشي باش انا نمد غرو غزيس لي ذا يو الا نحفظ في العوايدو يزعيمين الا تجي انت الرزق ند المال غير الدونيث يعني باش اخذ من باش معاون وير الكوراج قوم جرات سن يعني دي خدمتو نربينا المال مس زولي لو كان دنا سن مسلي في الامور نندن يعني طارق بن زياد ربي سيغاس امكان يسد قروس جار ثلاثه الولايات هذه هنوع الحال يعني دي سرايال دي سي غزران دي سي مكان نتفلح لو كان مسلي في حوس دود وحلاني مكان صح دي طارق بن زياد انت نيدا موقع نس يساعد موقع نس في هواء بس ما بين ثلاث ولايات البوردير الحدود النس ما من وقع النس جبالي صح جبالي غرس سول امشي الفلاح غرس غزران مثلا غرنا غزر سمات يسمير اما نس هوان وهذه ديمي زيفن وهذه تيسد الله ربي يعلم سوق بلايا سوق بلايا تلاقي يتمطر من نس البارج غرنا يغزر ثاني يغزر ثاني قرنا غمان البراج ثاني غنغ البراج قرر وغزر انا سلاح من انت مع ظل نقديت غالي وقذف ونفذو نغض بالخفنق لا لا غير في غير في غادي في باش اقارنا غير مشتا مش يامن ساي سميري بلا مشتا او ايه بحر الله دايما دي سمع بدنا نرجعوا للسياحه السياحه غرنا غمشان تقارينا السيدي يحيى وهي دي غزر قناة غزر ملاح عندها من الملح ربي ما يمشي خلق سبحان الله سبخات بصح من تفهم سي تموت سبحان الله ويا موه دي المشتى ايه يحمى يحمى يبدو اسمار ايه محل الفيار محل شو الهدف الناس مثلا غير كي بقدود راني كي مالوك هذا الحب تروح للطبيب الاول لا كلا لا كلا سبيشاليتي الاول روح ديريكت اسير على ديريك بحسب انت تجرب انت الدنيا غرس الاملاح لسه المواد امو برش غرس ايه برش املاح ممكن وتروح قاطبي امان امان تفنسيه مورت ايه تفنسيه مورت سبحان الله بحال ما كلا الحمامات اللي انت على جنة قلنا بدوي انت كيش وضي المخيم صراحة اذا جيش تالا تروح انت عاوم من ذيس اظهر اني ولاش المتنزهات ايش انا اخذنا بشانا يان البراج سد الابتسام زيك تو لاكولوني تسند هنا هذه انا تشزرق تسيش تو قارغي شوية تسند سي قلمة لاكولوني طيب من الذي قال عليه أمشي نيا صنعنا ستيكون صنعت شركة ألمانية صنع البراز هنا سنة
دور صوارو صوالح الاصلاح ما ما مشى ما زيد تاسند تاسند المرافق ايمان دي وحال لو غرايير ما انت الريال زعما الريال انت اش هذا زعيم الريال يشاون لا دي الهوان وما تتحوس لا دوك حوس يعني دوك حوس اكتيالمون تاسد مثلا دوك سوت مشى انا المدادي هوا اثنين الحد ورسن تايذا وين الارز تقنتيلي تاسند زاير شي وهر تاسند مهني وين تغير ما زين سمعت امشينا يا البراج تروح عندي تقول نبثو يهوى باش مرتفع والبراج قبلنا كمان برد الحال طيب انت صيدا بنتي يا البراج صيدا الحوت يجي العام يجي عام نوي ذا اللي يكون روح ماني مشاني المائيات ماني معاك تربي المائيات يبوس معي ماني يوقف ذا اللي يكون شير شو يوقف انت فينا نغرس نغرس ديني جيكي زرامه هندي يجي 5000 نزيد يوم غرنت الوقت تكاثرت وزادت ما غرنت الله يبارك يعني ما كي تقابل تقول الاستثمار من السياحه ذي انت يا ذي طارق بن زياد ريمر ولا زعما شان سوري فين باش لا ما كاين ذي مكان ويزعم من البار لا مش نشوف مشى مال ولا مشى ومن لا مشى ولكن الدعم الدوله ولاش ولاش المستثمرين مثلا مشى الحمامايه كون هذا أزاد. لو كان لان ذنتي مثلا المستثمرين المحليين حمي كينقار ولا شوني اللي زمرنا يخدمهم ولا شوني هاولي شو خدم من جديد ما نش عارف ميغر مازال لها من بالك حمي كين لا مليح مدام اللي حمي كينقار تاين كل وني خصنا يسفايد زي سيسفايد زي سيسفايد إيه الطبيعة باطل بلا ما يتخلص أتاين الطبيعة حمي كينقار حمي كي تدي خلق ربي هقيمها من ما سزولة يذا يشرب صح هزرني عكيش ما عليش ذكر غشة أخو طارق مزيد غرس زوج متوسطات غرس مشينا خدم غير ثمان متوسطات ثمان بن عفان وغرس متوسط غرس ثمان جرار يحيى وغرس اللي شي ثمان تاع علي ملاح الله يبارك علي ملاح ثمان في الكومباتون تاع يعني قبي. يعني اش خصنا نسيو السلام في سانيتي يعني هذا ما كان لكن من برايا ونشكركم ان شاء الله صح هذا يشربي صحة مس زولاي محمد فاسو هامي نرزف كذا يعني نيرو زياره ان شاء الله طارق بن زياد بلا نروح بصح كل نفرج لنا ان شاء الله اللي نسقي لنا الامكان دا جديد دي سي مازيغان تمسلين جانات لان دي سي مو كان دي زعيم داك وحوس وثاني توسنس فلاح ما الذي ما لازم مع السن باش هذا سن لافان تاع ميل درت ايوه باش حضر انا مشينا تمنت دي غزرت حضر الفيسطانين ولا سن نقول لي ان شاء الله توي زين لا سن وني غير الطوندوز تاع دياوي ديال هذه دياوي ديال ما تيتشق دواء ديالش مهم الفكر هذا يشرب بصحة محمد زولاي هو اللي كان قال شكرا بصحة شكنا بيل محمد كذلك والله نقول لك شي فيار فرحة غامي وش غدار وانا غادي نشحال انا فرحة سيتو والله العظيم هذا يشرب بصحة سيتو سيد حضر ذاك المهم ويندو كان ان شاء الله اللي مسفيد ما كنا ضي تعاد وسو سي هدر فيك جر اي فسنيك ان شاء الله نملاقى ذي تعاد في النندن ونسقين ثاني مكان النندن يتلاقى نسحفظ في اللسن ونسحفظ في العوايد يتوسن نزيسن ذي كل مكان ام وموح تك صحة نبيل ثان ميرث ان شاء الله انا ملاقى شقية ديتس ان شاء الله ياك ان شاء الله يلا كذا الاتعاد جديد كذا بلك مكان جديد كذا الحكاية التجديد ثانمير توليك نيوم يوم دوكال غنفرم لم هذا غار نقرا وتتوتش ذي صفحة نون اليوتيوب نغال حتى الفيسبوك وشافهم دائما أجديد ومتايد لان يتقمض غار نغضي القناة الرابعة أكبر سيغل الاتعادي ويتشاغر دين قيم دي الخير دي هنا